السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفلوج اللي راح يكون على التخرج في زمن الكورونا. مقدم روحي عبدو جزائري 25 سنة، صانع محتوى في اليوتيوب. هذا هو مدينة إن شاء الله هذه المرة التقليعة. هذا الفيديو باش نفيدو جماعة اللي حتسودني في سبتمبر. كاين بزاف جماعة ما على بالهمش واش دير وكيفاش راح تكون الحالة. استاذ هذيك تاع الفئة ماشي اللي حتجوز العام، اللي حتجوز العام الجاي. يعني عفايس لازم يكونوا يعرفوهم، اللي واحد ما يقدر يقول لهم لك بالك حنا نسيو نفيدوك ان شاء الله. دو ا زد كيفاش جاز لاسوبونس تاعي، وراح نبدا من لي نوض عندي الكونكور من لي نوض حتى ان شاء الله على شيء كاع. نخليكم مع الانترو. تشاو. صباح الخير عليكم. رانا راهي سبات صباح هذا هو النظام. هي في الحقيقه ما قدناش باش الموضوع، مي ان شاء الله ان شاء الله يجوز معنا مليح. راه شويه ستريس مي نجيبوها. رانا مع لاكاي الراعي الرسمي تاعنا صباح ربي، باسكو لازم واحد يدوز معنا. عجوزين ما خاف يدير لهم بقالات هنا. قال لاش راح ارسل انا دار ولا شنو داير اخونا عفوا او يكتب لي ليزون في الغيبيه. رجال خفاء هادو يا طلاب. ان شاء الله تجوز على خير دايما معكم. دكتور ان شاء الله هذاك هو هذاك هو الكلمه اللي كنت نسنى فيها. عقوبه الدكتور ان شاء الله. الله يسلمك صحيت خو، والعقوبه اللي بقاو ان شاء الله. حاجه سهله بروموتريس راح تنكوراجيكم ان شاء الله. يعني بروموتير انكوراجي ثاني ان شاء الله. العقوبه اللي كيف هذا يكملنا العقوبه اللي بقاو ان شاء الله. الله يسلمك. اعطي الفال اعطي الفال. العودة إلى الديار. كملنا كلش رانا عيانين. رانا اون ديريكت من بيرو كونتابيليتي كوميسار او كونت سي ان سي
مرحبا بك مسوزان. مرحبا بكم. الله يسلمك. شرفتونا اليوم. الله يسلمك. مسيو سالم هو اللي جوزنا عنده الستاج براتيك تاعنا تاع الماستر 2. انا عم سي افيك بليزير انا سي بارتاجي سي نو سوم pour vous aider, pour vous assister, quel que soit les entreprises ou les contribuables. Par exemple, vous êtes les bienvenus dans l'Académie pour partager notre savoir avec les nouvelles élites. L'Académie. Donc, monsieur Ken, gentil, m'a dit beaucoup, Ken, Allah yibarak. مالغري كان متواضع معنا مالغري عينا شويه مي الحمد لله يا ربي جا سهل. انا مع كوتي بروفيسيونيل بيرو راهو جاي في لوساندي اكزاكتلي حضروا ديالي تريبولي انا مع في تريبولي راح ان شاء الله نحط كاع النيميرو تاع البيرو كونتاكتيوه اللي عنده ان ستارت اب ولا شركه قديمه ولا جديده يكونتاكتيه معنا. ناس سون لا بوز اكومباني projet dans vos déclarations et vos suivis fiscales. Et l'audit, de façon générale. راني بزاف فرحان باسكو شغل كانت لا بريسيون كاع حنا السمانه. اول حاجه نبداو بها هي بروموتور تسمى حنا تر اون جينيرال تسمى اللي حيجوزو سي بومب اللي راح يجوزو العام الجاي ان شاء الله. بروموتور ولا بروموتريس لازم تخيروها تكون زعما نتوما كيما حنا لا فاك تاعنا تاع ابراهيم خيروها في أجي، سما في لي زونفيرون تاع أجي، لي دا تي بازا، سما لي تقدر تبارك تجي ليكم، تقدر ماشي تجي ليكم سما تجي ليكم بيان سير، مي شغل سما تساعدها توصل تنتهم كيما دوكا في الجائحة هادي كورونا، كاين جماعة كاين نعرفهم، كاين لي كملوا الميموار، كملوا كلش، سما بقاو يسوتينيو برك المناقشة تاعهم، مي البروموتور ولا البروموتريس تكون في الجنوب ولا في الشرق كاع ولا في الغرب كاع تما ما كاش كيفاش كيفاش ديبلاسي ولا كيفاش هادي عفسة اللي لازم واحد شغل يمد ان كونساي فيها اللي لازم تخيرو اون موان قراب اون موان قراب معليش. حاجة دوزيام هي البروموتور يكون يكون يقري ويكون اون ميم طون في الإدارة. هادي هي اللي يقدر بيان سي راهو ماشي كاع باسكو باينة بلي ماحش تقدرو كاع تشدو لي إدارة واللي يكونوا يقروا على ماشي لي في كيستيون ما يروحش تخماكم بعيد ولا علاش قلت لكم هكاك باسكو زعما هو دوكا الدكتور ولا ولا يخدم زعما نقولوا 10 سوايع في النهار في السمانة دوكا 10 سوايع هذوك وقتاش راح تلقاه انت مام تعيط له ما كانش مام يرفد عليك يقول لك من بعد واش دير خير واحد من الاداره علاه باسكو راح يكون دائما في الاداره اذا ما لقيتوش في التليفون ولا ما لقيتوش اي بلاصه راح تلقى في الاداره. حاجه طروزيام هي نروحو تنساوش كاين هذوك لي سي فوي اللي خدوهم اليوم تاعك وتاع البينون تاعك هذوك ما تنساوهمش اللي فيهم سي في فيهم لي موا فيهم كلش تاع تربص ولا تاع تربص ولا هذوك باش اوموان تكونو مام سي وعمرهم قبل ما تبدا ولا ما تكونش لا بريسيون باسكو حنا عمرنا كل حاجه فيت 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 مزيان كان معنا خويا ياسين غريبي يعطيك الصحه نورمالمون هادو هما هادوك ست ورق هادوك لازم يكونوا بلا كو ثاني ما يكونوش نشفعوا على الجروب تاعكم نشفعوا على الجروب اللي تبقاو فيهم نروحوا لوس انجلوس ان شاء الله كي تجي حتسوا فيه تما راح باينه راح تكون بروموتريس يكونوا دو جوري راح تكون انت والبيرون تاعك ولا كمونوم راح تكون عندك يبداو تسمى يدخلو كاع يبداو لابريزونطاسيون اللي راح يتسدفو راح كل واحد يشد بلاصتو باينة بلي انت راح
لكم البلايص انتم عطيتو. يبدا افتتاحيه واحد من اللجنه شو اللي يبدا الصلاه والسلام قدامنا هنا اللي احنا نديروا مناقشه قدامنا. وبعد انت تبدا افتتاحيه تاعك. باش افتتاحيه تاعك راح نخليها في الكومنتار ولا في تحت في البايو. تبدا لا بريزونطاسيون تبيع عليك الصلاه والسلام على اشرف المرسلين مراحل بلجنه الكرام كذا هذيك راح نخليها تسمى راح تولي ستوندار. تسمى الصح كاع راهو في المقدمه مور التمهيد هذا اللي راح تديرو تاع الافتتاحيه. راح ندير شو مقدمه خفيفه تمهيد للميموار تاعك. التمهيد هذا التمهيد راح يكون خفيف ظريف ما فيهاش حاجه فيها بالك 3 ستور 4 ستور 5 ستور ماكس هذا هو. بعد تدخل الإشكالية تاعك تطرح الإشكال هذاك دير مور الإشكالية هذيك الرئيسية حتى دير تساؤلات ومن بعد دير الفرضية راح دير واحد زوج ولا ثلاثة ماكسيموم هادو هما تاع ربما كدا 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 صادي بونتير تاعك ولا صادي بونتير واش راح تجاوب على الفايس تاعك. واش كاين تاني مور هادو هما فرضيات وكاع راح تكون بين شغل الفهرس هذا هو اللي تهضر عليه واش فيه كاع المباحث تاعك في الفصل فيه الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الخامس تهضر على الفصل الاول واش فيه المطلب بدا 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 الفصل المبحث بعد موراه المطلب تسمى يتفرع بعد الفصل الدوزيام المبحث الدوزيام المطلب الدوزيام وبعد البراكتيك احتضر شويه على البراتيك في البراتيك باسكو علاش ماحش يعطيك الوقت كامل باش تسيد انت دير كلش ما غير دوك انت مازال ما جوش ما على بالكش باللي راح يكون ماكسيموم 4 ساعه ماحش تهضر على التيوري على الكونتي تيوريك والكونتي براتيك اون ميم طون تفصل تسمى في الفهرس هذا في الفهرس هذا راح تهضر على اون جينيرال تروح للبراتيك براتيك راح تهضر عليه شويه إذا درت الأرقام إذا درت صح كيما حنا درنا عند كوميسار كونت نهضرو على الأرقام العملية عند كوميسار كونت نولو أهم الأهداف المتوصل ليها تسمى واش درت كاع نجاوبو على الإشكال على الفرضيات هذو الثلاثة اللي درناهم كاين اللي نديروهم اللي كاين يقولو بلي صحيحة كاين يقولو بلي شغل خاطئة تحب كيما انت كيما حنا درناها كاع بلي صحيح و فون ميو دير بلي زوج صاحبين وحده خطيئه باش هما تبان بلي اجتهد شويه باش ماشي تقول باش ما يقولوش بلي هذا باينه للصغار و هذا 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 المر اهم نقاط المتوصل ليها راح يكون خلاصه تاع كاع واش درت في الخلاصه هي كيف كيما اهم ما توصلت ليه مي شغل سي انت ديرها على الطريقة تاعك سي ديرها شغل بالدرجة تقدر تهضر بالدرجة نورمال ما نسيت ديرها بالدرجة دير تاني شغل هضر اون جينيرال تسمى كاع واش فهمت كوتي تيوريك وكوتي براتيك هادي في الكلاس ماشي كيما الفرق اهم النتائج اللي تحصل عليها غير في كوتي براتيك. واش تاني تسمى قسمنا بلي الاشكال التمهيد افتتاحية تمهيد الإشكاليات بعد التساؤلات بعد الفرضيات بعد الفهرس بعد إجابة عن الصمامات استفدت من هذا الكوتي براتيك أهم نتائج هما توصل إليها هي هذه اليوم ومن بعد دير خلاصة ومن بعد دير خاتمة نورمالمون خاتمة ديرها تكون شوية خفيفة شي حاجة كبيرة تاع نشكر على الخلاصة وتسمى تكمل القيد كلش راح هما يهضرو يبداو يديرو لك لي ريمارك انت مادا بيك ما تكون زعما دير روحك تعرف ولا تسمى دير غير براسك هكذا ولا دير المهم شغل خليهم على هواهم تسمى نورمال ما حش زعما تأثر ولا كي ديرو لي ريمارك بزاف تسمى انت ابقى شوف قول انا يعطيك بصحة لا وي 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 صح ومن بعد يبداو يبوزيو لي كيسيون les questions et posez-vous واحد 4 questions 5 questions écrivez-vous ou je vous dis le papier bien sûr
تكتبوهم باش ما تنساهمش معك باسكو انا جاني صراط لي تاع باش نفكرهم بعد ما فكرتش. الجنسيتا ما قلت لكمش عليها هي داخل تكون رايح صباح ربي ولا باش تروح لون في ولا لو بلاص اللي تجوز فيها هي من داك يقول لك دير لون في في كيما حنا قالنا لون في في طلع فيه وشوف ما قالوناش تال كلاس تسمى انت واش طارتك باسكو علاش تطلع يكون الغاشي يستنى في الفرقه ما يجي يجي عمر في الغيبيات المدير تاع عرفات هو يفتح لنا الباب ويبداو يطلعوا تسمى انت نافيكي زعما سي يكون مع الاولين وسي كي تروح لي كلاس شوف كلايس لي فيهم شغل راهم واجدين ديجا تاع لا سوبونس كيما حنا كملنا لا سوبونس كاين تلقاهم واجدين تلقاهم شغل طوابل مغلفين وسمو حنا دينا المغلفين تسمى ماشي حنا غلفناهم وتبقى معاهم بالك طابله ما تكون شابه ما تخرج لك شابه تصور ولا هادي العفسه تسمى سي نافيكي الطابله اللي تكون مغلفه قدامنا ولي نورمال لي تسمى راح يجيب معاه ولا لي ما ولا هادوك هذيك نورمال كيما وحده شغل عرس وحده كانت جارتي في الغيبيه ما باليش شكون اللي كانت كلاس دوزيام دخلت ليها ما فهمت والو صدي فات ما نتمنى ان شاء الله نكون شويه بارابور بالك نسيت بالك نزيد ندير فيديو في فيفا في طريف صغيره تاع نشوف على التساؤلات ولا بالك كاين ناس ما فهموش بيان ولا كاين شي بيان سي باش ما نسيو نجاوبكم وهذا مكان ومرحبا بكم في الجروب تاعي تاع نفسي جوب العربيك اس تي او ان شاء الله راح يكون كاين جديد السلام عليكم.